قرار استقالة جه وانا في سفاري في مساي مارا في 2016، وانا في السفاري كان اخر يوم لينا في السفاري ومفروض بعديها هنسافر، فجالي تليفون من الشغل وعشان تأكيد يعني الرجوع والكلام ده. فانا ساعتها يعني اون سبوت قررت ان انا لا، انا يا جماعة هبعت الاستقالة، انا مش جاي تاني. انت متخيل قرر يستقيل ويسيب حياته وشغله ومرتبه الثابت وكل حاجة بناها في السنين اللي فاتت وهو على عربية سفاري، كل ده عشان يجري ورا الحاجة اللي بيحبها. مصطفى البرلوسي يعتبر من اشهر مصورين الطيور والحياة البرية في مصر كلها، ودي الحاجة اللي في الحقيقة خليته يسيب شغله. مش بس كده، مصطفى يعتبر صاحب الكامب اللي كنا قاعدين فيه في مساي مارا في الايام اللي فاتت، فلقيتها فرصة كويسة جدا ان احنا نعمل معاه لقاء عن ازاي تسيب شغلك. هندمر الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ وفيديو جديد من كينيا، خاصة بقى من مساي مارا، من تاليك بوش كامب، مع صاحب الكامب اللي كان نفسي اقابله من فترة كبيرة جدا، ومن يعني من سنين. مصطفى البرولوسي. مصطفى البرولوسي كنت متابعه كده من ايام ما الواحد يعني بدأ يفتح عينيه كده ويعرف تصوير يعني ايه، فجبناه النهارده عشان نجاوب على سؤال من اهم الاسئله بقى اللي انتوا بتسألوها كل الوقت، موضوع استقاله، ازاي تاخد القرار ده، وكل الاسئله المتعلقه بالموضوع ده اللي الواحد بيستقبلها ومبيبقاش عارف يرد عليها ازاي لوحده. مصطفى كان الاول الناس اللي سابت برضه منطقه راحتها والمنطقه اللي الناس كلها بتقول لك ما تسيبهاش وجري ورا الحاجه اللي هو بيحبها، فده اللي هنتكلم معاه فيه مع مصطفى النهارده، وهو هيحكي لنا بقى من البدايه. كنت شغال ايه اصلا؟ انا كنت شغال في مجال السيارات في الامارات، تحديدا يعني في مجال المشتريات والمبيعات في كذا شركه سيارات في الامارات تقريبا 10 سنين. 10 سنين؟ 10 سنين بالنسبه لي يعني وبعدين لما كل ما بتقعد اكتر في شغلانه كل ما بتبقى خايف ريح. تسيبها اكتر. بتريح. بالظبط. اكيد بعد شويه بتحس ان خلاص هي دي زي ما انت قلت السيف زون بتاعتك، منطقه الامان، اتعودت على اسلوب حياه معين، على طريقه شغل معينه، خصوصا ان هي كانت في نفس المجال يعني، فبتحس ان الموضوع خلاص هو ده الدايره اللي انت بتلف فيها. انت هو طبعا يعني الموضوع بيختلف من شخص لشخص، بس لو انت كشخص اهتماماتك مش متناسبه مع المكان اللي انت فيه، او تبقى قاعد شغال في حاجه بس دماغك في حاجه تانية، فيبقى محتاج تفكر تكمل ولا لا. انا كشخص انا مش شخص بتاع مكتب وورق، ومش الكاريزما بتاعت الموظف، بس كنت محشور في الحته دي. ما كانش عندي اختيارات تانية صح بصراحه، يعني ما كانش عندي اختيارات تانية. الحياه انت فاهم بقى، الحياه صعبه والكلام ده، اللي هو بنضطر تكمل 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 لحد نقطه معينه، لا خلاص اللي يحصل يحصل بقى. بدات تفكر في موضوع الاستقاله امتى يعني؟ هو يعني نقدر نقول موضوع افريقيا ما اخدش وقت كتير. هو موضوع افريقيا بدات افكر فيه من اول رحله ليا لافريقيا، كانت لزامبيا في 2015، رحله تصوير حياه بريه وادفنشر كامبينج وكده. فمن ساعتها وانا خلاص انا عايز اعيش في مكان فيه طبيعه، فيه حياه بريه، فيه طيور، انا مش هقعد في مكتب تاني. انا كنت بترجع هناك تاني؟ كنت بفكر في موضوع ان انت مش لاقي نفسك يعني وكلام من ده، ولا هو انا يعني من فتره كبيره انا عارف ان انا الوظيفه دي انا مش هفضل طول عمري فيها، بس ما كانش عندي اختيارات كتير، كمان ما كنتش لسه عارف تفاصيل هعمل ايه اللي هيحصل. مع اول رحله ديت بدات يعني شويه الدنيا تبان، ايه اسلوب الحياه في البلاد ديت، ايه الاختيارات اللي قدامي اللي ممكن اعملها. بدات افكر في الموضوع. يعني لما بدات بقى في الحياه البريه وبتاع والكلام ده، يعني كنت يعني فضلت مركز ان انت عايز تستقيل، ولا كنت بدات بقى يعني تشوف بقى الحاجات اللي انت بتحبها تجري وراه مثلا وانت بتشتغل، ولا كانت الدنيا عامله ازاي؟ بقى وانا في تصوير الطيور من 2013 تقريبا، يعني مع اول كاميرا جبتها كان نوعها ايه؟ كانت صورها بسيطة. نيكون 3100، دي 3100. انا كان معايا نيكون 3300. 3000 ده انت كنت احدث، انت كنت متطور خالص. نكمل. فهو لا، موضوع الاهتمام بالحياه البريه والطيور ده من قبل القرار بتاع الاستقاله والكلام ده. تقدر تقول اللي هو مش عارف يعني احط الحاجه اللي انا بحبها ديت ازاي كتبقى مصدر شغل او مصدر دخل او كده. طب ايه اكتر المخاوف مثلا اللي كانت في الوقت ده كانت بتواجهك يعني؟ لا، هي اللي هو الخوف من المجهول يعني العادي، اللي هو انت في منطقه امان، حياتك مترتبه بطريقه معينه ومتعود عليها، وبعدين بتقفل كل ده وبتروح بقى للصفر تاني، ترجع للصفر تاني، وبعدين تشوف هتعمل ايه. ان انا ما الحقش اعمل حاجه، او البادجت معايا يخلص من غير ما اعمل حاجه، او ان انا اعمل حاجه
ما تمشيش فتفشل فنرجع تاني لنقطة الصفر ومش عارفين نعمل ايه. عندك كامب في افريقيا، في كينيا، في واحد من اهم البركات في افريقيا كلها، قررت ازاي تستقيل وازاي وصلت للنقطة دي؟ يعني هناخدهم بقى ايه بالواحدة واحدة، نبدأ ازاي الاول، قرار الاستقالة ازاي؟ قرار الاستقالة جه وأنا في سفاري في مصاي مارا في 2016، وأنا في السفاري كان آخر يوم لينا في السفاري ومفروض بعديها هنسافر، فجالي تليفون من الشغل وعشان تأكيد يعني الرجوع والكلام ده. فأنا ساعتها يعني وأنا سبوت قررت إن أنا لأ، أنا يا جماعة هبعت الاستقالة، أنا مش جاي تاني. بس بس كده. هو تقريبا لو كنت فكرت في الموضوع شوية كان ممكن ما أعملوش، بس هو عشان حصل في وقت معين في ظروف معينة فهو خلاص لأ، انا هعيش هنا، انا مش هرجع هناك تاني. كل ما اسمع القصه ديت، يعني انا سمعتها قبل كده امبارح، بستغرب من القرار وصدمته. يعني الواحد، انا عن نفسي لما قررت استقيل خدت وقت كبير جدا وقعدت، بس ان انت تاخد القرار تقول والله انا مش راجع ومن غير ما تقول لحد وخلاص، ده حاجه يعني قرار كبيره. جنوني، قرار جنوني طبعا. وطبعا بقى الناس المحيطه بيك كاصدقاء او كعيله او الكلام ده طبعا نظرتهم للموضوع بتبقى مختلفه تماما عن نظرتك انت. كان هدفك ايه بعد ما قررت الاستقاله؟ يعني ساعه ما قررت تسخير عشان اعمل ايه، انا ما كنتش عارف انا هعمل ايه. انا كان الهدف الاساسي بتاعي ان انا اقدر اوفر معيشه في مكان فيه طبيعه في حياه بريه وطيور بس. يعني كان هدفك ان انت تحقق هدفك، ان انت تجري ورا حلمك، يعني اللي هو الطيور والحياه البريه. بالظبط، هو يعني تقدر تقول ان موضوع الكامب كاساس هو مش اساس ان انا بعمل بيزنس والكلام ده، هو بس هو كان طريقه عشان توفر لي الهدف الاساسي اللي هو ان انا اقدر اعيش هنا. طيب دايما في قرار الاستقاله الناس كتير بتقعد تفكر هعمل ايه بعد. انت عارف ان انت بعد قرار الاستقاله انت بتبقى واقف على الحافه كده خايف لما فانت ازاي تطلع بقى من تنزل تحت كده وتطلع فوق تاني، ان انت تاخد تعيش حياتك طبيعيه من غير اي قلق. الفتره الانتقاليه عندي يعني كانت تقدر تقول تقريبا 9 شهور، كل اللي كنت بعمله فيهم ان انا بحاول اوصل لاي معلومات، يعني الاول كنت بدرس كذا بلد في افريقيا، يعني اي معلومات او افكار ان انا اقدر اعمل حاجه توفر لي معيشه في المكان ده. بس دي كانت كل الوظيفه، وتقدر تقول ان انا في الاخر ما وصلتش لحاجه مفيده بعد 9 شهور. فقررت ان انا اجي بنفسي واشوف بقى الدنيا على الواقع يعني، واتكلم مع الناس وكده، وده اللي حصل فعلا. لقيت ان اظبط حاجه للوضع بتاعي وكده هي كينيا. فجيت مره اتنين تلاته لمجرد ان انا اشوف الدنيا، اتكلم مع الناس، ارتب اموري، ارتب ايه اللي اقدر اعمله، ايه الفرص المتاحه، ايه الكلام ده. يعني بقى في اخر زياره، في اخر محاوله، اخر يومين، فطلع موضوع الكامب وبدانا. لما كان في الفتره الانتقاليه ديت كان معاك يعني دخل قد ايه، وكنت شايفه ازاي؟ يعني انا مش هقول، يعني مش هنقول ارقام، بس هنقول مثلا كنت شايفها ازاي يعني. لا، هو ما كانش مبلغ كبير نهائي، خصوصا ان زي ما قلت لك الاستقاله ما يعني ما كانش موضوع مترتب له من قبلها بكتير. وطبعا لازم نذكر برضو في الموضوع ان في بدايه الموضوع في لي صديق الدكتور اشرف عضو، هو الشريك هنا في المكان، وهو كان يعني الدعم بتاعه كان كبير جدا، لان انا لوحدي ما كنتش هقدر ان انا ابدا اي حاجه بالمبلغ اللي كان معايا. كان مبلغ صغير جدا يعني نقدر نقول ببساطه كده ما يجيبش عربيه في مصر. ده برضه اللي بقوله انا، يعني انا بدات رحلتي وسبت وقررت استقيل وانا معايا $5,000 ما يجيبوش حق عربيه فيرنا. بالظبط، يعني انت فاهم قرار الاستقاله حتى لو ما كانش فيه ادخار كبير ان هو يامن لك حياتك 60 سنه قدام، هو قرار بيخليك ان انت تلاقي حلول تانية لحياتك اللي انت عايزها. بتقدر مش بقى هتريح كتير. أيوة. مفيش فرصه تريح كتير. انت خلاص انت بتقول لنفسك انا عايز احقق الحاجه ديت وخلاص بتحققها. بالظبط بالظبط، لازم تتحرك بسرعه، اللي هو الفتره الانتقاليه اللي انت بتقول عليها ما ينفعش تبقى كبيره، لان هي لو طولت فالمبلغ اللي انت معاك خلاص على ما تيجي تبدا حاجه تانية هيكون خلص ومفيش اصلا. فيعني الموضوع مش مستحيل، يعني انت لما تقرر تستقيل الاستقاله مش هي نهايه حياتك، ومش محتاجه مبلغ خيالي ان انت عشان تاخدها، بس القرار الاستقاله بيشجعك ان انت تجري ورا الحاجه اللي انت عايزها وتحققها وبتلاقي حلول على الاقل. يعني انت بتاخد القرار بس يكون عندك شويه حاجات هتبدا تشتغل عليها يعني اول ما تستقيل. يعني مش تستقيل وانت مش عارف انت تعمل ايه. انا لسه بقى هعمل ايه. او تستقيل وتيجي تلاقي نفسك بعد كام شهر رجعت تاني تدور على وظيفه فتبقى ما عملتش حاجه، فتزنق نفسك تاني في وظيفه انت اصلا مش عايزها. بالظبط، يكون عندك على الاقل مبدا او بعض الاتجاهات هتبدا تمشي فيها اول ما تستقيل. بس هو طبعا في ريسك في الموضوع، بس لما بيبقى عندك رؤيه معينه لحياتك او اللي انت عايز تعمله
فالدنيا بتبقى اسهل شويه، او على الاقل اول ما تسيب شغلك تبدا تشتغل انت على حاجه تانية. مش طبعا ما فيش حاجه مضمونه النجاح، بس يعني طول ما انت بتشتغل اكيد ربنا هيسهلها يعني. بس صح، يعني اعتقد ان انت في مرحله استقرار، يعني كانك لحد ما الحمد لله. الحمد لله مش زي يوم ما استقلت، يعني لا خالص مش طبعا، مش عارف المجهول. انت لا دلوقتي بقى خالص عندك طبعا. رؤيه، وبقى عندك بقيت عارف ايه، وكل ده يتعلق باحلامه والحاجه اللي هو خطط لها، وبقى دلوقتي لقى طريقه. استقاله مش نهايه العالم، في ناس بتبتدي وتحقق من غير ما يموت ولا هينتهوا يعني. بس كده بالظبط ما تحشرش نفسك في حته انت مش شايف نفسك فيها، هو ده كل الموضوع. نقطة تانية، ان انت حتى لو يعني انت ممكن تكون في وظيفة بتدفع لك مبلغ معين، ممكن بتسيبها وتروح لحاجة تانية انت بتحبها، ممكن يكون الدخل بتاعها اقل شوية، بس انت هتبقى مستريح نفسيا اجتماعيا. الراحة دي مش ببلاش صح، يعني حتى لو بتشتغل اكتر من قبل كده. دلوقتي. هنا انا بشتغل اكتر من الوظيفة، بس انا مش متضايق، مش تعبان، مش حاسس ان انا مضغوط. ما صح، تحس ان انت عايز تصحى كل يوم بدري عشان تحقق بالظبط، اكتر من قبل كده لا يعني. انا حاسس ان انا بعمل حاجه لنفسي، صح مش بعمل حاجه يعني لشخص تاني هو اللي بيستفيد منها يعني. صح بس فكده يعني ايه، يكون الفيديو بتاعنا النهارده يعني هم مش كبير ولا في حاجات غريبة، بس هو كل الكلام كلام منطقي من وجهة نظرنا ناس من العالم الآخر يعني. من أنا العالم بحب الآخر. أول ما بدأت إن أنا أستقيل كنت بقول إن أنا الفيديوهات اللي هعملها دي هتبقى فيديوهات في ما وراء الكومفورت زون، أنت فاهم؟ هي كده فعلا. يعني ده الحياة اللي الناس خايفة تخشها، لا أنا أصور لكم كل حاجة بعد الحياة دي، أنت فاهم في إزاي؟ حاجات كتير، في حاجات في حياة تانية خالص، آه في حياة تانية، في حياة حياة تانية تانية بره المكتب. صح؟ في حياة بره المكتب، بره الضغوطات، بره المجتمع اللي بيضغطك ويلزمك بان انت لازم تعمل ده ولازم تعمل ده ولازم تعمل ده عشان تبقى انسان محترم. الانسان المحترم في وجهة نظري هو الانسان اللي بيجري ورا حلمه، مش متبع بس كلام ناس، وان انت لازم تبقى كده عشان تبقى لازم محترم، لازم تقعد في مكتب وتلبس كرافطة وتبقى الكلام ده. الكلام ده مش ملوش أي علاقة ملوش خالص، اي علاقة ما هي خالص. تقدر تقول شوية عادات اجتماعية مفهومة غلط، صح، لكن هي في الواقع ملهاش أي تحطنا علاقة. في فريم كده بيقتلنا كلنا يعني. بالظبط. ابدأوا يا جماعة واجروا على حلمكم وما تخافوش، نشوفكم في فيديو جديد، سلام.